Today I'll be reciting ayahs 21 to 24 of Surah Hashr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. MashaAllah, that'd be